لنعرف المزيد عن المختبر الإقليمي بحائل ينضم إلينا مراسلنا سلطان الشعيب. سلطان، أهلا بك معنا. يعني ما الذي يحتوي عليه هذا المختبر الإقليمي، ولماذا كذلك في المطار؟ نعم حسن، اهلا بك واهلا بكافه المشاهدين. نعم، يوم امس دشن صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز امير منطقه حائل هذه الوحده الخاصه بفحص كورونا. لا شك هذه الوحده سوف تقدم خدمه كبيره جدا. هذه الوحده تقدم خدمه كبيره للمديريه العامه للشؤون الصحيه في منطقه حائل، واكيد كافه طاقم المشرف على الحالات الاصابه في كورونا في اكيد منطقه حائل. سوف يسهل عليهم اجراءات الفحوصات، وايضا لن تاخذ وقت كبير جدا. اليوم يسعدني ويشرفني ينضم معي الدكتور حمود الشمري مدير عام الشؤون الصحيه ليحدثني اكثر عن هذا المختبر وعن هذه الوحده بالتحديد. دكتور حمود، اهلا وسهلا فيك اليوم معنا، يعطيك العافيه. دكتور حمود، في البدايه خلينا نتكلم عن هذه الوحده. لا شك حتخدم الزملاء في صحه حائل، ايضا راح تخدم الحالات الاشتباه في منطقه حائل. تتحدث عن هذه الوحده، ماذا ساهمت في منطقه حائل او ماذا تساهم في منطقه حائل؟ يعطيك العافيه اخوي سلطان، واهلا وسهلا بجميع الاخوه والاخوات المشاهدين. في البدايه نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز وسمو نائبه على رعايتهم وحضورهم مساء امس لحفل تدشين هذه الوحده، التدشين الذي تم عن بعد. وايضا الشكر موصول لمعالي وزير الصحه على حضوره معنا امس في حفل التدشين. هذه الوحده ولله الحمد جهزت خلال الاسابيع الماضيه في كافه التجهيزات الطبيه والتجهيزات الاحتياجات الفعلية وتدريب الكوادر الطبية ليكونوا قادرين إن شاء الله على إجراء فحوصات كورونا أو كوفيد 19. كل الطاقم الطبي اللي يعمل على هذه الوحدة تم تدريبه خارج المنطقة خلال الأسابيع الماضية، وأخذوا خبرات متعددة من خارج المنطقة. ولله الحمد تم اعتماد هذا المركز من أو هذه الوحدة من الجهات المختصة بعد إجراءات التقييم الكاملة والاختبارات الكاملة على هذه الوحدة. نتكلم عن المعاناة السابقة لصحة حائل، كيف كانت المعاناة سابقا في التحاليل، في إخراج العينات، النتائج، اليوم ماذا تغير؟ أخو سلطان، طبعا نعرف جميعا الضغط الكبير على وحدات المختبر المتخصص في تحليل كورونا والمختبرات الموجودة في المدينة المنورة وفي الرياض وفي بعض المناطق، و الازدحام الذي تجاوز 10,000 أو 12,000 عينة يوميا من جميع مناطق المملكة على مركز واحد. كنا في حائل أو العمل الفعلي في حائل، وهذا وفق البروتوكول المعمول فيه، بعد سحب العينات ترسل عن طريق الناقل إلى المناطق المخصصة للتحليل ويتم إجراء التحليل وعودة النتائج. بإذن الله هذه الوحدة ستخفف من الضغط على المختبرات الأخرى أولا، وثانيا ستقلل من الوقت المستغرق لظهور النتائج، وثالثا ايضا راح يستفيد منها ان شاء الله احنا في المنطقه في مستشفياتنا والمحاجر الصحيه، راح نقلل مده الانتظار بالحالات المشتبه لان النتائج تظهر مبكرا ان شاء الله. دكتور حمود، اخيرا رساله توجهها لاهل منطقه حائل، في منطقه حائل رساله خلينا نقول توعويه وايضا تطمئن فيها اهل منطقه حائل، ماذا تود ان تقول لهم؟ إلى جميع المواطنين من منطقة حائل كجزء من هذا الوطن الغالي، نحن نقوم بتوجيه من صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل بحملة المسح النشط على جميع الأحياء خصوصا التجمعات العمالية. خلال الأسابيع الماضية نتوقع اكتشاف عدد من الحالات، وتم اكتشاف عدد من الحالات. لا يوجد أحياء معينة أو جنسيات معينة أو فئات معينة، الجميع من يخرج من بيته هو لا سمح الله قد يكون معرض للإصابة، فيجب أن نحمي أنفسنا، يجب أن نحافظ على التباعد الاجتماعي، نحافظ على وسائل النظافة الشخصية، نحرص على عدم التجمعات، وإن شاء الله ومن يخرج من بيته على الأقل أن يرتدي الكمامات القماشية، يحرص على عدم الاختلاط، بعد عودته إلى منزله يطهر أو يهتم بالوسائل النظافة الشخصية. الوقاية الوقاية الوقاية، من يقرر زيادة الإصابات أو تقليلهم المجتمع بممارساتهم الصحية السليمة أو لا سمح الله في التجاوزات التي تزيد الحالات. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا كان لقاء دكتور حمود الشمري يتحدث من داخل وحدة فحص كورونا، هذه الوحدة التي يوم أمس دشنت. حسن، كنت أتمنى أن أدخل أنا وزملائي داخل، ولكن وزارة الصحة خوفا
علينا ولسلامتنا. خلونا ننتظر خارجا ونفس الوقت نكون خارج في الجانب الآمن نوعا ما من داخل هذه الغرف المخصصة لفحص كورونا. اليوم تواجدنا هنا لنتحدث عن هذه المختبر وهذه الوحدة التي دشنت يوم أمس، لأكيد زي ما ذكر دكتور حمود لتساهم وتساعد المناطق الأخرى في أكيد الفحص خلينا نقول المستعجل لحالات الاشتباه في منطقة حائل، ولا تتأخر ليوم أو يومين أو ثلاث أيام في منطقة حائل حسن.